شبيه العزيز. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله العظيم. غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. مسيرة نتاع آلاف السيارات لموقع جيبنا اصطدام، مسيرة في محل صحراوي اللي لابد كل واحد جاي يدور عن يمين أو عن الشمال يلقى الماء باش يشرب، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى الوقيد وحتى الشمع، مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى القرطاس والدفاع للنفس فيما إذا لقينا من غير صبليون. هذه تنزيد نأكدها، إذا لقينا من غير صبليون راه المغرب ما بقى شي تعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد. Vous venez d'où ?